مرحبا بكم مشاهدينا مع الريتنج الأسبوعي بتاريخ 31 من شهر أغسطس لعام 2020. في المركز السابع والأخير الحلقة الرابعة من مسلسل التوبة بنسبة 1.6%، وفي المركز السادس الحلقة 17% من مسلسل هيا لنذهب بنسبة 2.2%، وفي المركز الخامس الحلقة 11 من مسلسل أسفي على شبابي بنسبة 2.9%، وفي المركز الرابع الحلقة الأولى من المسلسل الجديد اتصل بوكيلي بنسبة 3.5%، وفي المركز الثالث الحلقة الثامنة من مسلسل حب في العلية بنسبة 3.7%، وفي المركز الثاني الحلقة التاسعة من مسلسل السيد الخطأ بنسبة 4.6%. أما المركز الأول لصالح مسلسل أنت أطرق بابي في حلقته السابعة بنسبة 7.5%.